بدك تقول كل يوم أو يوم بعد يوم، كل ما أكون ماشي بالشارع بيوقفني رجال أو بتوقفني ست أو شوفير سيرفيس وبيقولوا لي تقلهم بعد، قويلهم ما ترحمهم. لمن يومين مسكني واحد بالشارع وقال لي يا أستاذ أنت عم تضرب تمساح بكمشة قطن، بس خليك مكفي. ما حدا من كل هالأوادم قال مين بيقصد ولا أنا سألت، إنما بدك تقول نحن فهمانين على بعض. إذن وين المشكلة؟ المشكلة إنه أنا ببوز المدفع والمدفع جاهز. بقعد بفكر أحياناً كيف بقدر واجه التمساح، لا أنا عنتر ولا أنا طرزان، بالكتير يمكن يكون شيبوب، ومع ذلك بيسوى يضل الواحد منا يحكي. بيسوى نبقى نقول عن العيب انه عيب وعن الفساد انه فساد، والله لا يكلف نفسا الا وسعها. هذا رأيي، فكر فيها.